الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وقيبتي شنات من كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد، نقطة دي صدنات بان مرنا بيش كنتن إيشن هدي طبعا دي وكالة وقف كرع عنه. غير شيخ التفقه بتخريج الفروع على الأصول، التفقه أردق إنو فقه برطه وفقه نقضه بتخريج الفروع يضع فروع مسائل الفقه، فقه مسائل شيسة كود فرع جاءه وكو تخريجني على الأصول كو أصول شاءه، بمعنى إنه أصول الدول صاروا. وحير شيخة من وراء الفقه فقه وحاك الضنبي التفقه ينقفك فقه وبرته وزن كتفعل مركو كوي ماذا وحبال عدالينيا وحن ماشي أولين بالكينيا فقه وصوت عصاني أرضي ومعتمله هل كأوكه القليانا أما معتمله هو الذي يعلق وحماشاس كإيمانية أو القل كيسة أهنا هو الذي يعلق الأحكام ومتك أحكام تكحرية بمداركها الشرعية ماشا لو قصدايو إن أي جارتو أي مسائشة أي تابتو شرعية أي تابتو شرعية إن مركا لغو حروي ومعتمله حلقة لغه القلين كرنا هو الذي يعلق وكان كحرية الأحكام أحكامته بمداركها الشرعية مدارك شرعية يا جرته أول الربا إن لقاره مقاسيس شرعية يا جرته أول الربا إن لقاره أحكامته ماشى وأرضي وبرانه هل كاسو كحرية وفي حد ومعنيه دواء محي إنه يسكحف دسناده نصوصتي ودوشة كقيبة كلية ما هاني وحيوبها أنت توظيف employment بيوبها أنت إن لهو القليو. وفي حديث من مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير نظر الله الله إفي امرأ روح سمع مقالتي ورهدي ذا مقلي فحفظها دشك قيب ووعاها ويلي فأداها قتي وقد بي كما سمعها سيد أم مقلي وقد فرب حامل فقه وحبضا قفق حنبارصا ليس بفقيه كاسو أن فقيههين ورب حامل فقه وحابضا قف فقه حنبارصنه إلى من أحنباره هو إساق بأفقه منه إساق كاله فقهي مركا هلكا وحال الموجي نصوصت إن لو ذقيبي كور إني صورت قل أي تايب لكن إن لك لفهم بذني هنا هلكا ويكو جرتاوي حلقا حديثي أن أنشيقي إن هل فائدة كلي أما هل مسألة فقهية كلي إني إكاسو أبحضه هلكا مركا نقود بيه كدي بقفك إذا جيساني وحبضا أكلب به كورو إلهي نددك مداركتو يفهمتو ذوك لدوي. قال ابن خير رحمه الله في فقه هذا الحديث سوى كهل يحير وفيه بيان أن الفقه وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك حديث كما حدح هذا عدين لعدين يو فقه ينويه هو الاستنباط إن وحلق على سؤال أحبحه والاستدراك إن مركا لقد ضبطته ولقاره في معاني كلامي هذلك معاني ذا محمبارسيها من طريق التفهم يضع الله مري وضل وفهمي بمعنى وامح نسكي أيا لوكور قليا لروحيا نحر كفقيقة نسكي إحفدسي ومركا محمبارسيها أيا لغلا صبحيا لأي كلمة استنباط من النبط أصلها مركا عيلك لقضيه سيد الله وضع الله وضع الله وضع وقدم بين قنتي سمرك اللي قالوا بيه أي صاب برقانا يعني كلمة هل كاسي كتيم سادرتد نينك إساو عقاطة ذا وتنبط اللغو مقعابه مركا كلمة استنباط أما ندوزمنت أو أه إن لغالة صابه أحكامت إيا حديثة محمد بارسانتها إيا نصوصة قرآنية واستنباط اللغو مقعابه وفي ضمنه كاوحة دحيال بيان وجوب التفقه إن فقه الله برتو إني واجبته عدين تيد يو البحث على معاني الحديث حديث كمعنيه سئن لبارو يو استخراج المكنون وحق قرصون إن لغلا صوبه من سره
شيء مركا قرصون شيء مكنونك ما عرفتي وشيء الله الضبولي من سره هلك أكو قرصون إلا على صبحه وللشيخين وحاو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله في ذلك باب كان مركا لمريو القدعة المحلى القدعة المعليدة وفي ذلك القدح المعلي قيب لي باح بيقرن كاكا قاتين مركا القدح المعلي وحل قوضا سيدة قدح وسهم كوا قمون كوي المعلي نوا قيبتي سأوص الرئيسة بضنا مركا قمار كاي عيارة يان وميسر كالعيارة يو ايا مركا لقارة قيبتا تضبات ماشا أوص الرئيسة وقف كويحو رمبو وقعانتو كل ديو ايا لغو مقعابا كلمة مركا وكلمة فيجراتيف الأميريماتيك للو استعمال ومعنيه ذو يهي قفك مركا اللي ذو حاسو انتي اقبض نيد بولتك اما قيب اللي بحبو كقاتي اما النسيب الاوفر والاعظم مركا اللي ذا بعد كلمة اذيك سنسة وفي ذلك اما في ذلك ارنك واحد احد القدح المعلي ايجا مركا وحاي ارنكا اي كقاتين قيبتي اللي بح ومن نظر قفك اكر قال في كتب هذين الامامين لبعضا امام كتبت اي قران سلك به النظر ونظر كاس يكور قل كاس ويحو لمريا فيها وكتبته ومركا ديب الراعي إلى التفقه إنو فقه برته طريقا بولمريا طريقا مستقيما توسن ويحو ربا إنو يرى لو هذا الشيخ كتبته وقفكي آد وكور قلو أقريا ممارسايا ويحو قاري هار وفقه وبرته ومن مديح كلام ابن تيمية رحمه الله هذا الله وناكسن ابن تيمية لقصه حكتو حكمه قوله في مجلس للتفقه يسقوا له مجلس فقهي مركا لو براني وحيري أما بعد فقد كنا وحان أهين في مجلس التفقه في الدين ما لها لو برت دينته نما فقهي لو برتو إيو النظر لو كور قال في مدارك الأحكام الشرعية أحكامتي الشرعية أهيد هل كان الربا إني هلاشو تصويرا قابين إيو تقريرا سجد وتأصيلا جندك وتفصيلا فاهم ساس يعني وامح مسألة المرك إنه أتي ماذا هرتكو ولا قابين واحد أنت واحد دهان مثلا المعنى قبل الإعراب أنت هذا واحد إعراب وين هذا هرت مسألة ده دين محاو صمبي سوق أو تج وحاو سوق بسبع محون قن وين هذا مثال كأنت كدي من المسألة دي للتقريريو كدي من أصوشي لا لا لابتو كدي من الله فاهيو أنت إذا أمثلة إذا إشبه إذا اللي بيحرو فوقع الكلام في فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين مركي سالو سو دراندريو ومركا هذا كان وخر ربا انو تصال اسو قاتو ارر يدي وشيخ لايمن جيري مركو مجلس كا وفديو اي سيدا مسائيش لو سو دراندرين جيري مركا سو خليه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا مبني على أصل وفصلين مركا سال دول جيرو وعلم او ارشدك الله إليها كتوشي أكوها إلهي سبحانه وتعالى أكوها نونية أن بين يدي التفقه أنت أن فقه برشي سلقار وحاكه الرية التفكر وكرقل فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده أدومي سوحه أغير في غير ما آية أنت سوء يضاد ومن كتابه كمذا إلى التحرك إن أدقاقان بإجالة النظر أرق إن كرك رقان العميق إحال دير في التفكر وكرقل في ملكوت السماوات عركة إيه والأرض لولك السيزة إلهي سبحانه وتعالى وأبوري وإلهي ملكوت كسو أبوري إيه وإلى أن يمعن المرء قفك إنو آدي آد أغسي هوس ديغو النظر أركتذي أو كورقل أوسمي في نفسي ساق إنو ندب سوق الله بتوا في نفسي وفي أنفسكم أفلا تبصرون إيه ما حول وحي حريره سأذكونك فتحا فرس لفوريو للقوى العقلية قوة دي عقلية أهي على مصراعيها الباب بذل الله بلقه وحتى يصل إلى أكجار قفك إلى تقوية الإيمان إيمانك إنو حوجيو وتعميق الأحكام أحكام تنو لذا بذا أصوره يوال انتصار العلمي علمي مركا إنو هلكا وعلمي أهليو أما وإنو قول أكجاره سكال هداء لكتيد كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تعقلون سلسة إلهي آياته سنكو عدينا سياد قرطان ولهل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وما سميهن كانوا حركي كانوا حب أركين ميدا إنكو لهيننا عقول المركة كوفا كرتان مركة هلك مركة حلقة قاتل أنت المسألة بعد أن كهلن
horta ka horta tafakkur same shaybaba waxa uu yahay isuu abuuran yahay markaa arag u kuurgal kadibna u gudbay wacaleyhi iyadoo taa laga duuliyay fa ina atafaquha tafaquhu marka abcadu madan wa uu ka yool fog yahay min atafakkuri marka tafaquhu waa marxalo ka dambaysa tafakkurka id huwa xasiilatuhu waa waxa ka soo baxaya iyo wa intaajuhu soo saarkiisa wey waxa ka soo the production markaa leeda maxaa ka soo baxaya markaan tafakkur sameyo tafaqu baa kamin wailaa fama li haulaa'i alqowmi laa yakaaduuna yafqahuun xadiida waatan ilahi qolyahaas maxaa haysta oo ayn hadalka u fahmaynin laakiin hada atafaquh laakiin tafaquhan aanu ka hadlayno ah fiqigii in la dhexgalo oo la barto faqiih la noqdo maxjuuzun wuxuu ku xiran yahay bilburhaani daliil maxjuurun wuxuu ka shiran yahay oo laga celiyey can itashahi qofkii inuu yidhaho waan iska jeclaaday iyo walhawa hawadiisa yani can itashahi inuu yidhaahdo ma aragtay waan ishtaheeyey dooqayga ay tusay waanaa ma aragtay nafsadeeda jamatay iyo walhawa intaa maaha waxaa loo baahanya wuxuu inay noqdaan dalil watan walain itabacta ahwaahum bacda aladii ja'aka min alcilmi ma laka min allahi min waliyin walaa nasiir hawadu haddaad raacdid kadib markii ay ilaahay cilmigan uu kuu soo dejiyo uu kuu yimid haddaba ilaahay subxana wa tacaala agtiisa cid weli ku ah ay ku hilinaysa mal waatee nabiga lagu yidhi fayaa ayuha aalib ardiyo taxalla binnadari waatafakkuri waxaad isku qurxisaa isku biladaydaa mar haddii kitaabka macnihiisu uu yahay xilliga uu yahay nadarkii fiirfiirintii iyo eegitaankii iyo ukurgalkii iyo walfiqi waatafaquhi iyo fiqigii iyo fiqi barashadii lacallaka an tatajaawaz markaa waxaad mudan tahay inaad dhaaftid min marxalati alfaqiihi inaad ka gudubtay marxalada ah faqiih ilaa faqiihi nafs heerka inaad gaartid kama yaquulu alfuqahaa say dhahaan mathala marka faqiihi nafs maxaa laga wadaa wahuwa aladii yucalliqu alaxkaama waa qofka axkaamta ku xira bimadaarika ashariciya yaqaan maqaasideeda yaqaan halkaay u ganayso yaqaan meesha inay u biyo shubanto la rabo yaqaan meesha ay haleelaysa yaqaan halkaasaad gaaraysa aw faqiihi albadani kama fi istilaax almuxadithiin an faqihi albadan baad noqonaysaa muxadithiintu say marka dhahaan waa laba istilaax waa laba fan kale leh fa ajili nadara araga ku rogrog cinda alwaaridaati markii ay soo aroorto bitakhriiji alfuruuci adoo markaa furuucdii ku dul dhisaya cala alusuuli ku dul dhisaya iyo wa tamaami alcinaayati bitamaami alcinaayati daryeel gaara adoo siinaya bilqawaacidi qawaacidi culimmadu ay dhigteen iyo wadawaabidi halbeegyada ay yidhaahdeen ha laga duulo wa ajmic linnadari araggaaga u ururi fi farcin ma bayna tatabbucihi wa ifraaqihi waajmic linnadari araga u ururi wa bimacna maxaa laga wadaa si fiican ugu kuurgal fi farcin farci min furuuci almasaa'il alsharciya farci kamid maa bayna tatabbucihi adoo raacraacaya wa ifraaqihi saa ugu sii daynaya fi qaalibi ashariicati alcaam qalfoofka guud ee shareecadu leedah wa min qawaacidiha asaaskeeda iyo usuuliha halka markaa asalka u ah almuddaridati iyadu markaa daa'imkaha biistimraarka leh sida mathala ka qawaacidi almasaalix qawaacida ku salaysan masaalixda wa dafci adarari markuu dhib yimaado in la celiyo iyo walmashaqati marka uu culays yimaado iyo wajalbi taysiiri in lasoo dhacsado waxa habka fudud loo maro iyo wasadi baab alxiyali iyo xeeladaha tirada badan albaabkooda in la xiro iyo wasadi daraci wadada meesha khaldan ku gaarsiin doontahay in la duudo masaa'ishan waxay kamid tahay mathala almasaalix almursala walmasaalix alcaama walkhaasa dafc adarar dafc almashaqaat jalb altaysiir waxay kamid tahay abwaabta usuuliga ee marka la barta marka masalo wal markay kuu timaado waxaa lagaa rabaa shareecada waxay leedahay qalfoof guud bay leedahay halkaa markaa ku rasee kadibna meel walba saar wa haakadaa hudiita lirushdika abada sidaa ku soco ilaa waq lagugu hanuuniyay hanuunkaaga eh fa ina haada arrinka kan yuscifuka waxbuu ku tarayaa wuu ku kaalmaynayaa fii mawaatini almadaayiqi marka aad joogtid meelaha ciriiriga uu jiro markii masalada jiq kugu tahay afarta gees ay kaaga timaado fadwadiina aadan heli karin markaasay ku caawinaysaa wacalayka biitafaquhi haddaba fiqi barashadan kugu ogahay kama aslaftu sida aan soo hormariyay fii nusuusi sharci sharciga nusuustiisa iyo waatabasuri fii maa yaxufu axwaala atashriic iyo inaad aada iyo aad isaga eegtid wax alla wixii hareereynaya axwaal atashriic sharciga axwaashiisa iyo wata'amuli inaad u kuurgeshid fii maqaasidi ashariicati shareecada maqsadka ay ka leedahay masaladan fa in khalaa fahmuk haddii fahamkaagu ka maraya min hada kan aw nabaa samcuk uu maqalkiisa ku seego
فإن وقتك ضايع، وقت وضم ولم، وإن اسم الجهل عليك لواقع، ما قاعد جاهل أهنا وكود دعيا وضم تيستوي. هل كما مركا نين معنيه إذا قفك سيد ما ركت دمير كتب سهران أو كل وحي إنه إسكي حفظ سينه كلين لما ربع وحال روحي إنه ما ركت أديك سن كره توظيفين كره هول جلين كره فتاوي كسو صاري كره مسائل كود لسي كره. وهذه الخلة بالذات حالة يضع هي التي تعطيك ومدك سينيس التمييز الدقيق إن ست دقيقة أكل سعدي إيه، والمعيار الصحيح الباقة سحدة لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. هلك سيدا أدوسو أدعسان الهيد أودنا أويان الهيد إن أدوحي تخريج سيد مثلا موقع وضع. فالفقيه مثلا نقول كفقيها من ويتعرض له أو يصاب بنبحث النازلة حالة دي يدو صود الرذي لا نص فيه حال وحنص أن كجر فيقتبس لها وحقل إن دار سنة حكم مثلا مسألة إيمانية مثلا هذا صاد عركتين مع المهنة ضم حلقو مشغول سنة كورونا فيروس ك أحوال فربضن وده هراء أن أجرين بيكانت مثلا محل جي لي صلاة دي ولا كلف وقاعد محل جي لي هدان الجمعة جي محل جي لي مسأيش أصلا ونوازلو طبي وهر مريا حياة عجيبة صوب حياة مثلا وحال هيا مثلا ضد هوان لقى قاضي مثلا معركتي عانيه لقى قاضي جركودة كدي من المال اللي جاي كدي من ضد كلام الله سين كره هدي الله سين محاكرت مسا إيش أسوأ كان مركب اعتماد قفكم مركب ومركب وإنه أنو اللي هند خلاص قرآن كل يوم الشيء قرآن كوينا أذكر كشا ونصوص حديثي أدرك ركتا هلك حكم أتكلم صوب حذوي مركب أرين كان مركا صلاحية هذا الدين أما بالدتي شريعة أذن ويوصل بطو في وقت والبابا الزمن والبابا space and time ملك السؤال الجو أي مركا صواب بحيث والبلاغي مركا لكن قفك البلاغة برتي ليس من يذكر لك ما قفك كوشي أقسامها قيبها دي وتفريعاتها إيو هلك أي مركا قيبها كالدوان إلا هذا وحلوه فروع إلا هذا لكنه من تسري بصيرته البلاغية لكن وقف أي لدري ريسو أما أي كس عنيسو أركتيدي سبلاغيا في كتاب الله بليغ نقف وقبل بليغ واللغة دي ببرتي كتاب الله بمركة نظرة بلاغية كوئية مثلا فأخرج وحكسو بحي من مكنون علمه علمه قرصان أم من مكنون علومه ده كتاب الله إله كتاب كيسة علومته قرصان وحنبارسينه إيه وجوهها فيخرج مركزها ساكوناس فيخرج وحكسه صاريا من مكنون علومه كتابك إلهي علومتك قرصون وجوهها بكسه صاريا بلاغية وإن كتبها ضو قرى أو خطبة أما أو خطبة ذنية وخطبة وكود جيدين نظم لك وحكود تحيا عقدها بوكود تحيا عقد جيد وكود تحيا مركو نظم والله ما نين كود شيء ذي ساقع كود تحيا أو سيديتها كوكو كيني مركب حلقة وضع مركب قفك بلاغي يسوي تيسم حيته إنه أقري ويرادو أيضا جوانبته قروح ذا إليك ونسيقو أو شرع عدو الله ذا هم كتاب كلية أيو كوصو صاري وحلقة فهمية هذا كما هذا السيلان هذا كما هذا السيلان وهذا المعركتي سوغانيد هذا كما هذا المالك الأوغامي ما لها سوكة لها مركة كدبنا أما إنه حكو قرو هذا القروح بضانو يسكو أديسان بروس أما بوم وأك أما إنه خطبة ذي وهيلي كرا لكن باب النحو باب الفقه مقلي وهكذا في العلوم كافة علوم تدنى واسدة قفوا بمال بولي قد وكو سودانوات اللجوء إلى الله إناد إلهي مغنقشت في الطلب علم راذين تي والتحصيل علم دعسية لا تفزع نيوها أرققحن إذا لم يفتح لك في علم من العلوم هدي إلهي أن كفر علم علوم تكمل إلى علوم شريعة آد بأبضانت عيدة سيكا بضانت وحلقي يابا فماذا ذو إني كوجارسيس إن أتصدح فن شن فن طوان فن أت ديسيبلين إسكال دوان أت برانكرتي قارنا لكن يجي كوجو نقطة هذا مفهمين بوحكة سكة صلوا وش سكة استوى أقري حالا ده مركي كوجو تماذو وحبه هرج جهن فقد تعاصد بعض العلوم علوم تقاركود بوحي كوأت كاتي على بعض الأعلام والمشاهير علماء ما أنت اللي قان أو وين معياله ما أركتي مج يما أركتي سمعت بكله كتب العلم وتاريخه أي تقان باقاركود علوم تقاركود ويكوات كاتي ومنهم من صرح بذلك قال باب عدي يري أركب أن قد كما يعلم في تراجمه مركز لقاها اللي تاريخ ذو ذا ساسا كوكر ومنهم حاكم درجة عن قوت تريو الأسمعي شيخ اللي إمسان مقلنا الأسمعي وانين علوس في علم العروض مركز لقاره
cilmiga lagu magacaabo alcuruud oo ah cilmiga sida tixda gabaga loo diyaariyo loona jarjaro oo qaybta suugaanta xigta. Warahawi baa ka mid ah almuxadis muxadiska fi lkhad wuxuu yihi wax kasta waan sameeyey farxumaan ka bixi waaye fartiida qalqalocanta. Wabnu salax baa ka mid ah fi lmantiq ibnu salax mantiq waa u bixi waaye mantiq waa logica in la barto. وأبو مسلم النحوي بقى كمان في علم التصريف النحوي بقى اللي يري النحوي نحوي وكنت جا ماشى وكجارة ماشى وصرس لكن صرف بقى إلهي مركا كؤت كي والسيوطي الإمام السيوطي التقانان في الحساب وحد بحساب تأدي بجست علم الفرائض إن حساب بقول بهاي والكؤت كاتوانين كان قري أنت صوب بقرأ كتاب قروي. وأبو عبيدة يوم محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحس أبو الحسن القطيعي وأبو زكريا ابن يحيى ابن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي خمس شن تاسعة خمستهم لم يفتح لهم باللح بالنحو لم يفتح لهم بالنحو إلى هاي أمة أمة بسملين أو أمة فور نحوها نحوها بقعد كاو لكن فني جنب بقوا هذا معنى ذم ها إني كجد عين ترينكي علمي يوح برشده ولا سعدين وكان مقعد هذا سوهي بدتكو أي قانان كتب بالقرآن adigu tan hadday kugu adkaata baab kala jira aad qasab maha adiga inaad noqotay master of all ama sheikh kull inaad noqoto wax kasta inaad taqaanin macnaheeda ma waxbaa kugu adkaanaya wixii kugu adkaadana dad ka yaqaan u daa oo adigu waxaad tirahdaa an masaladan soo maha baabkaas ee la xiriirtaa waxaan marti uganahay ma aragtay hebel laakiin inaad wax walbaba adigu aad tirahday shay walbaba kaana sida miski maski ama wacasa muuso kale ayaan talqaf ma ta'fak ma lihi jiray وحي إيقا سوهر بحوان لقيا وخطر تيدي الله. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة رغبة هذا جعيلك أدوقة تأجرين تأجرين أيسي لبلاب وفزع إلى الله إلهينا لنكي سأعر في الدعاء إن إلهي برين أيسي واللجوء إليه أد مغنقل أيسي والإنكسار بين يديه هرتي سينا إسكو جبين أيسي مركي وحقوق أتكاذان. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه wuxuu ahaa mid warba markuu ducaysanaya ki yidhaahda ida istacsaa calayhi tafsiiru aaya min kitaabi illah markay ku adkaato aayaad tafsiirkeeda qur-aan ka mida. Waa ibn taymiya wuxuu dhihi jiray allaahuma ya allah yaa mucallima aadam wa ibraahim allaha barayow aadam iyo ibraahim callimnii ibar wayaa mufahima sulaymaana allaha sulayman wax fahmsiiyo fahimni aniga ifahmsii fayajidu lfatx fi dalik markaana waa loo furi jiray mar qaarkii masalada markay kugu adkaato dadku ku weydiiyaanaadan aqoon إلهي مركات كانت بريد أو يا الله إيفر إلهي وكوفر الأمانة العلمية قدر قصد أن الله تعالى نروح على جنب هاي علمي هو أمانه أمانة ذي سئنت جذت يجب على طالب العلم وحواجب كؤه فائق التحلي هل كأبوس الرئيس إنه كجار بالأمانة العلمية أمانة علمي أه إنه سدى أي تهي أجته إن ماش أبوس الرئيس إنه كجار الربا إسكو قرحيه في الطلب هذين نقلها مركو علمي براني والتحمل مركو علمي سووريني والعمل مركو كعمل فلي والبلاغ مركو جارسيني والأداء مركو قدني انت بأمانة لك كباهم وحاذا برنا ما برنا هدين وحاذا نقولنا وان أقان هدين وحاذا أذن 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 أركينا وان أركي هدين ومده ليبان تيد في صلاح أعمالها عماشي إذا وناكسن بيكجرته وصلاح أعمالها عماشي إذا وناكسن وحا يكجرته في صحة علومها علومته إنا صح نقطه وصحة علومها علومته إن صح نقطة وحي كجرتها في يويدها في أن يكون رجالها رجع علم جنحا بارسا إن النقضان ومناء ضد آمنين فيما يرمون وحي ورينيا أو يصفون ما ضدك أوتي الماميا فمن تحدث قفكي هذا في العلم وحذا نقولنا كهل ولا تخلو الطوائف كامرة كوحها المنتمية يو أنس بشيكت إلى العلوم علومته من أشخاص ضد كامرة كواس ولا يضمون العلم علمي أن أرى دينين ليتحلوا ليتحلوا بأسنى فضيلة سيء سقوق قرحيان فضيلة أقوى نكسن أوصى الرئيسة أو لينفع الناس أما ضدك إن يحكوا ترى بما عرفوا من حكمة وحي برتان حكمة يعني مثلا ضدك اللي ضدك يبدين علمي ولا وضع برتا كتبت ولا وضع أقيا ضد وحا كجرة ضدك ما وضع رما ما وضع توصنا ضد وحا كجرة وجدود أنا هين ضدك يحكوا ترى أما ما في عن معركتي وح وناكسن ذاتك أوجد بيه وأمثال هؤلاء ذاتك سيدا صوكرانا لا تجد الأمانة مهي ليسد أمانة ذي في نفوس نفت مستقرا مت قصغا إنيته قفك علمك إلهي درتي أن أبرانين نافع النقل أن أبرانين أمانة لآن بد أجتيسا فلا يتحرجون ما بقى يدي بي سبب فلا يتحرجون أن يروا بما لم يسمعوا وحيا مقلن إني وريان
أو يصف بما لم يعلم وحيسن أجن إن أدتك أوتي المامان وحصار دعين إسكير هذا وهكذا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم أرنك وأرنك كوب حنجري علماء الرقة يقرق عدياشة إلى نقد الرجال الرقة إن الرديان وإن نقديان وتمييز من يسرف في القول إني كالسعان ضدك قولك كحد قدبة ممن إني كالسعان يسوغه هذا الكي أقى بيني على قدر ما يعلم انت اوغال كيس كوس ليس دد كوي كلا ساره نينا اسراف بولا ايمان يا وخصوصا اركين بولي وان اركي وخصوصا اوغين بولي وان اوغا قفنا انت انا اقام بولي وحا كلا لكن وحا اي موقدي وحان اركي انت كلا شقي سما حتى اصبح طلاب العلم علماء وي كلا ساره الا ارضى اي كن نقدان على بصيره كو اوغال كوسغن من قيمه ما يقرؤون وحي اقرنيان قيمها وكفر اليك اوغادين فلا تخفى عليهم كما قرصونا منزلته قفك باسك وتاغنيه ومن القطع ان لغوي بصدق ان ليرادو نينك كان كتاب كان قري ورنلو او كذبه اما او كذبه اما بينتيس او رجحان احدهما على الاخر امين يرادان لبدان ان فنك وخا قري هبل با الى ارجحسن كاسا لقاتا كان ولا لغ وناغسن يها باب كان او احتمالهما على سواء اما لبدو ان دهان ما بكلا دعان با قضبك صدني سدحات الصدق رن صدق اللهجتي لهجته ان رن نقطه صدق اللهجة وامحي هذا الشيء سينا تكرر شيكتين عنوان الوقاري دقنان استانتيت وي وشرف النفس نف قواني مذيد وي ونقاء السريرة وحكو قرصون سافي نمذي وي وسمو الهمة هكسي هالك أوسر يسوي ورجحان العقل عقل ماشا وقو أرجح سوي ورسول المودة وأذيقهم كالقعيل كاقارسين مع الخلق أذيق خلقية إذنك الأذيقية وسعادة الجماعة هلك أي كوحظو إيه جماعاتو كبار عاري سوي وصيانة الديانة دينك هلك لو إلى لين الهاوي ولهذا كان فرضعين سادرت با فرضعين ونقضوي فيا خيبة من فرط فيه ألا هوك بضانا قفك كقابي ومن فعل قفك سيدا صميان فقد مس نفسه نفسه ديسو ماركتي وحيالي و وعلمه علم يسبوح جارسي بأذن أذيد جارسي ودب ليمد قال الأوزعي رحمه الله تعالى وحد الله ذو الشيء وحكمد تعلم الصدق رنط براء قبل أن تتعلم العلم أنت العلم جبرانكور وقال وكيع رحمه الله عل وهذه الصنعة فرصة ماذا علم برصدة لا يرتفع فيها مال سر كما جار إلا صادق قفر لو مبين بين على وضد كهراوي فتعلم رحمك الله براء الله كون حريص الصدق رن تبرو قبل أن تتعلم العلم علمك أنت هذا برا كهر والصدق رن حالا ده مركب إلقاء الكلام هذا الكائن لورده على وجه هب مطابق وافقسن للواقع وحج رأي والاعتقاد اعتقادك شيء تنجبل لتامن كروان النقض ورياليتي كترجمة فالصدق مركب من طريق واحد هل وضع يكي ماذا أما نقيضه وحكهر إيمان يبرين يأب صدق والكذب بانتا فضروب وقيب وألوان ومذب ومسالك وودوي وأودية وتقب يجمعها وحا كل من ثلاثة سده لكن مركب تاجنتا بانتا يضح لها انت صم مذب إلى هذا مركب ومدي متلون سدح مركب كو كذب المتملق كان يسو كذب أرضا ثم لو حد يجي هبل ماركو كذب الناجي يجي المتملق كان دتك إيش كل دجية متملقة وحور ربا قف بالربا إنه صنباتيه كديار صدى دن كجارو أمانين مضحة مركب وحود ديارني أحاديث دن تيسة وجود جرتين كمضحة سو مركب باصو هلا أمانين مبتدي عضنا إكاد لحياة ومركب قف كمركب متملقة إشكو دي ما أنت إنه إشكو رجوجو دد إشكو رجوجها بين تيسو وهو ما يخالف الواقع واقع وخلاف سن والاعتقاد اعتقاد كان خلاف سن كمان يتملق مثلا قف إشكو رجوجي لمن يعرفه قف أجي فاسقا إنه قف أدكت إنه فاسق أو مبتدعا إنه مبتدع فيصفه بالاستقامة مركز وحوك شيء إنه مستقيم من بالغ شيء إنه متمال إنه سوء يستقل حير إنه كاس ما لحظة وابا بوسكي نبي موسو تاقيه إنك الله شقينا بوسكي نبي هارون بو تاقيه تدكون ويقان عدة ويه يوحي لما إذا هولها ساس وكالة أما إنه يراد إنه يقان مجرم إنه يراد ورسول إنك لحد الله صادر وأنين ما أرى ما شاء الله رسول ومدن رسول كيدو بوسك رسولك يساقع التاقن وإن بضانتا مركا اسكروغوها بين لوغا أهما بين تيس مقرصونت وكذب المنافق إميل كميت كلا بوجي لها نفاق منافق نماذا وضع بين تيس وهو ما يخالف الاعتقاد
هو اعتقادك خلاف سن ويطابق الواقع، لكن واقعي وافق سن. يعني منافقه اعتقاد أهم، لك واقع وافق سن. مثلا كالمنافق ينطق وكل واقع بما يقوله أهل السنة والهداية. أهل السنة هي ضدك توصل هذا الكود وح الله مركب كهر تاعية وحي أهل السنة هاي تقاسيهم بكو أقرنية، لكن وح أنا ضم بحكة تاعي محي أنو يقوم الصعدان قلبي يسوك مجرد مركب مالك على التقباب كل شيء وكذب الغبي متك يسوي الدبالك بنتيس بما يخالف الواقع واقعنا وخلاف سنه وحجره ويطابق الاعتقاد اعتقاد كان هو فقسين. كمن يعتقد مثلا صلاح صوفي مبتدع نين اعتقاد سن نين صوفي مبتدع فيصف بالولاية ولي كل شيء يأكله إنه مثلا إنه يسكر مثلا هبل بوبي يدا رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة دي سمركي هل هجروا هذا اللي يري وضد أوجد بين مرة نوارك ضد كحكي آدي أفر بقول يجوج أو كيلو متر بوجاري وصعدا قرحة صلى الله نين هدو حوله أنا جو شيخ هبل بحوي كعبد وكسوت كذي وحالا رسوارك يسوي عسرك الجوجة ما يشون فردية حتى صلاة ما دريرين حتى مو يسقادن مو يسقادن جنابة دي كمان ما يرين ما يشون فردية مركز سأل له حلقه سو أرك يسوي كعبد الجوجة هبل حلقه أرك عرف يسوي الجوجة كل يسون سكف فردية كان مركز واحد اعتقادنا يا ضد كان أسي قد بنا وغبي فلزم الجادة أي الصدق رنتة وضد رنتة نيو قبصو فلا تضغض نيو عذانين على عكد اللسان عربك جنتيس ومحل جواد عكد وهلك ودم بس عربك عربك هذا قاجنوي ولا تضم هاشو كين شفتيك لا بشيمود ولا تفتح حفور فاك افكا ناطقا اظهر لي الا على حروف ان حروف كهل ليس بيان تعبر كترجميس كهل ليس عن احساسك الصادق درنك رنت في الباطن كو قرصون بمعنى وامح لا بشيموت دق دقا جن عرب كان يانو دقا جن يا دقا جن الا وحا الله ان نقدان مويانه وح اوركا كجرا سيدا اوركا وجرا او غهليس مثلا كالحب وكلا وحا جعلين وجعل هدين قف هذا جعلين وكجعل هدين والبغض وكلا وحا نعبته او احساسك في الظاهر اما مو قال كاغا سر كترجمي هدوسنهن كالذي تدركه الحواس مثلا وحي دري ما يشاء الخمس شنطة وحي هليلي كران وكذا السمع وهذا المقل وهان مقل هدين البصر وهذا أركين وهان أركي هدين الشم أورنت وهذا أورن وهان أوري هدين الذوق ردنكي اللمس تابع شدي انتو بهان نقضم إحساس كهان نقضم مد أوركا وكجرا أم مد مقال كسر انتو بهان نقضم وحي سوافق سمي فالصادق لا يقول رنشاوه ميرا أحببتك وانك جعلها ميرا وهو مبغض إسوع النعب ولا يقول ميرا هذا سمعت وان مغل وهو لم يسمع إسوع مغل وهكذا سلاس كسي سعود واحد ركد دكتونه أن تحوم حولك إن يكود الحانط الظنون ملوينك وفتخونك العزيمة فتخونك العزيمة في صدق اللهجة مركا قوانك رنشاق أهان وكال لحظة مركا فتخونك العزيمة عزيمة دي اللي قربي هايد إنا التي ماذا إنا رنت الشيكتين في صدق اللهجة أي مركا أي نقطه من يدك قرب مرته خيانة ضوام محي إن مركا وضدي ويحات في ليس وحكدوان أي ماذا أو فتسجل مركا الوقر في قائمة الكذابين تتك بيانا على ياشا ليس كود الوقر بمعنى ضوام محي إسك إلالي مركا حم إني تاتي ماذا وطريق وطريق الضمانة لذال لهذا أرنكا وضد كو ضمانة قاد إنسان وحوي سيكو جاري كرتا مرك إذا نازعتك نفسك نفس هذا هدي كو قبصت بكلام من هذا الغير صادق رون أنا هاي يعني وح باند أكتا هاي وهذا اللي شكو أدي ضرب الله دياري أه مش هكتا مس وكتكتا مس مش هكتا هدي لا لا وين يكو قتي ماذا وضد كو ضمان قاضي كرتا إن أتقول رسمي قالت وحوي أن تقهرها إن النفس دي مقون سد بذكر منزلة الصدق رنت درجة إلا هذا أشيقي إيوا شرفه إشرفت إيقبني ماذا أي رنت إلا الشيء قال هذا ورذيلة الكذب وحا بانته سيوليدته إيوا دركي درجتي سخصيصة وأن الكاذب بينول بين لهنا عن قريب مرة فوقين ينكشف إنه مركا فيد مايو والأوغان دونه فشل من دونه تاكد عليه ويحي بان مركا ما لها لغة يكو أرادة مركا ولا قدبت مال مقارت ولا قدبت إيمان دونه مركا إن لقدم إيمان دونه أقو إن نارو خودن بيس أقو إن لجو قري ليس كذابين تنقو أنت مركي نصدعت كذا ده سوحي أبغى أنت أنا بنت أنا كدير واستعين بالله
إلهي نكال ميسا ولا تعجزن هنا قابين هنا كقابين ولا تفتح نيو هفور مركب محال يري مثلا حلقة شيء قدرتك إنا إدهين مثلا بأنها شيء رنها شيء أما هاي هانا هدين ميا هدين وحا شيكتين هوين بلقى شيء مكت أوكي بأنتي وأنا نلدي ده صام رنتي بالي رسيد ولا إمادة وحلقة قفك إنو يري هذا حوقع وحاجرة لقضها وحاكو جير وحلقة مقعابه إنجليش مثلا شيء شيء يرى سالا يعني رن ماها رنتنا ما وافق سنة بأن القوم قيحنا ماها هو متحن ومال سوى التاقن ماها مركة باب كان مركة اللي جوجل حوير ولا تفتح فورن لنفسك كان صد هذا سابلة المعريض هذا الله سيلا أما ضبا أما هذا الله سيدا كلا أسعض وددي لها أفورن في غير ما حصاره الشرع إن كب حسن أنت شرعي وكوبي يعني ما محي معارض وهذا الكه يرى بمعا أما وسيلا أما مركات سيو مركات أركتين شيء حقيقي لأن رنتي كما ترجمه وفي نفس الوقت هدنا قفكي معنه أسوء دوينية كاسو كلا مركي أي معارض أسوء كلا أي تهي أنت شرعي وكو أقل هذا حكبهن ولذلك مثلا هدنا أنتو صالين وكلا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة ربي وسلام عليه مركي لها الله كلا ويري تدواتن كوبا جنده غلي دونت بغير حساب حساب لاني مركي انتو نيكي انت استاغ يا رسول الله ونرت عكاشه انتو استاغ الى اي بري مركه سيرها ادي ان شاء الله انت منهم نيكا لا كدنا كدب استاغ مركه النبي يقول كبقيا صلاه ربي وسلام عليه هدو ما يدهنا نيكا وان يجب ها هدو يرا هدنا تو خا لغا يابا وخصوصا سن لهين مركه ان لو شيغ الباب كان وفرمه مركه سو النبي صلى الله عليه وسلم بها عكاشه وا لغا هري يعني ما مخي هذا المركة كتكوحوا تلمامي بأن ما شيئين وفي نفس الوقت رنتنا كمان لاحن وفي نفس الوقت قفتنا قفكنا مركة وقنعي مركة انت شرعي وكوء قلع ظلائمه فيا طالب العلم احذر كالدكتونو أن تمرق إن تكسيبة من الصدق رنتي إلى المعارض هذا الله سيلون أدوب هذه في الكذب هذا بأن أدوب قذب تدسك إلى المحايلة رنت مركة لا يوجد بدرجة ذلك له ومعارض معارض مركه بامبا كحكت واسوأ مرامي هذا المروق تن اما با واسمى واسوأ مرامي هذا المروق وجودينك اوغخن كسيبه شدا رنت لغا سيبتاي اي تن اوغخن الكذب في العلم وايه والكذب في العلم علم او لغا بين شيغو مد اوغخن يعني هذا لا عادي قابل لكرتي لكن وقوحن إلا قبان شيق وعلمي مركب حولي وأسوأ مرامي هذا المروق لداء منافسة الأقران وحاقدرا نوع مروقة كان أهقفك إنو كسيب ترنتي وبانت إيم عريض إيم لها وآذو بضنا وحاكيان لداء منافسة الأقران ضدك إشكو أساق ترتنك كرد حياة وعذر ومركا ماشي كيما معنى وام حب هبل انتو اديك كاغا هرمر لها هبل انتو كاغا لهان لها هبل انتي لديه لها مسألة وقرت كان مقارنين اديك انا واحد دونتي مركا الف باي مانس ايو طيران السمعة في الافاق ان السمعة ذا اي افاف تقضوش ميولو البابا سي لقو اقادو مسألة اسكو حنبار اما ما عرفت هبل سو اما ردي ودريشتك كلبح لكن بان واحد افوف فكرت افوف انت نوحا ما وحكا لماها ومنافسة ذاتي وحلمت وأسوأ مرامي هذا المروق أي الكذب في العلم لداء منافسة الأقران بأدعاه يو طيران السمعة في الأفاق ومن تطلع قفك أهقلتاك إلى سمعة إنو مركا مقعياشه فوق منزلتي ماشي أتاقه مال دافسي السن فليعلم ها أقاذو يعني وحور روا مقع إنو صميست لكن حقيق ذمها قف مطيست مقع اسماها ماشي أسجارسينا مقارسيسنا مركو قفكي كاو هنقلتاي فليعلم ها اوغادو ان في المرصاد رجالا رقبه وعمر قشن رقبه وديار سنوي حقا سالو تاغي ديره دال لساره يحملون حمبارسن بصائر نافذه ارق دسي يو اقلاما بحمبارسن ناقده كدب تغيس ونقدنيس فيزنون وحيسكو ميزاميا السمعه منك وحا او شيكت مغعن او شيكت يري هبل بان اي بالاثري اثرك اي وحا او شيغ لسكو ميزاميا فتتم تعريتك عن ثلاثة معان مركز هلك واحد كواي دونتا سدح الرماد بات كواي دونتا واحد انا هدا شيئتي
كارن هل هذا قراعتي مقعدا المركز جارين هذا ده وان جاري أرن كا مركيبة ركبة كدبة تاجن أو مركيبة وصاصة ديرة ده لوجوها هي قال يمكن كدبة تاجن هي مركل لوجوها ده إن أتبان شيء تنا صدح الريموت بوايد دونتا كو حد وين دونتا فقد الثقة من القلوب ضدك قلوب تود إني كل سنة ده كبح إن لوجوك الصوان هذا ما دعيس ذهاب علمك علم إنه تجو وانحسار القبول ضدك إني علمك أقبلانه إن إذا إيه نصور وصنت أو يلا كنا قد دايك إيه مال أنت وحاش شيء صامة ألا تصدق إن لو الرومين ولو صدقت هذا درون شيء ما أنت لن هذا قيلين يصير وحي نقطة أنت تيجي مركان إنك إسكت قيلين يأكل وبالجملة إسكت صوت ضوضة فمن يحترف قفك حرفتك لك تزخرف القول هذا الكيس الحر ده بانتا فهو أخو الساحر ساحر ولا الكيوي هذا البيان إني شيء هذا دركتين نم فلان في اللغة أول رد شوي ولا يفلح الساحر الساحر كنا ملي بان حيث أتى مال ماذا إيه جار ماذا والله أعلم صدني أفر جنة طالب العلم أردق علمك برانا يقا شانكيس جنة العالم قفك عالمك وحقا شانه لا أدري أنه مقراني انت سكوفل فل ويهتك حجابه وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم علم جهاف كيس هدوية هاي لا أدري أنو مقرانيو فنصف الجهل جهل نصف كيس سنوة يقال والي هذا وأظن مركة وان موضية معنى مركة هل كان مركة مركة إيتاجنت هاي حلية مركة أظن ضاس وحن موضية وحن ملاينة يا ما أركتي وحي إلات هاي وحي كم التوحيابها علمي مالك قد عاية مركه هذا ندي بقول الله بنا جملة عالم لا أدري ويحتك حجابه الاستنكاف وقوله يقال مركه جملة وقوله يقال هدي تنضم ب أنو كفى إذا سنين تنهاص وشاق النشاق وقوله أيام ملك قد عكر يقال إذا ولا شاقة لفتر كذا إي ولا شاقة وأنا أصل لهين لكن مركه باب الحديث تاجنته تمريض كي باب كي شو ملك لكن وقوله يقال ولا شاقة ولا شاقة ولا شاقة يا شاقة أنت لو شاقة ماذا شاقة مركه لا أدري إذا سنة كو قابصه انت انا هضافه المحافظه ان قفك الى على راس مالك راس مالك الى شو راس مال محاكو ساعات عمرك عمرك يا سعاده الوقت ورسك الى او لازم واتكي وقتي للتحصيل سعيد مقود عستي فكن حلف عمل مد عمل له شيء نقو لا حلف بطالة وبطر ميت باقا مندنما يبطران نما اللي هي شيئا نقن وحلس معمل نق قف لازمي معركتي عملك لا حلس تله وسمر هنقن مد لهوي ايو معركة سام الليل يوحي لمد لازمي هنقن فالحفظ الى لين على الوقت الى اليوم بالجد دذال والاتهاد اتهاد وملازمة الطلب ان للازمه طلبك هي ومثافنة الأشياخ إن شيوخ دلقى قنقار مثافنة وحن قصو شاقنا إن شاق اللقط لقط الله صار إلا وحقوها يوه لقى الشباب إيوال اشتغال إن لقو مشغول بالعلم علمي قراءة أقرن إيو إقراء وأقرن إيو مطالعة فيرفير إيو تدبر وكورقل إيو حفظا والين إيو بحثا وبارس لا سيما أقومسي جرت في أوقات شرخ الشباب قال يرنوض أنت هر مركا هر لا ذهب أوقفك أنتو يري هاي مركز أقوان أكسن ومقتبل العمر عمرك باللويس ومعدن العافية أنتو قفك عافيري أم عافيماتك معدنتي إذا وقتي أقوان أكسن وحلا برتا ومركز دنيرتها فأغتنم هذه الفرصة العالية الغالية فرصة غالية كفا إذيس لتنال ساد أقارت رتب العلم العالية درجوينك أقصر علمك لغاقارو فإنها وقت جمع القلب ووقتك قلبك لأريه واجتماع الفكر فكر كان مركا وقري وقتك هو ناكسن وقفك قلبك سنة أنا مشغولة هاي فكر كيس وجوه ومركا هو ناكسن ومركا دنيرتها لقلة الشواغل وحيابها كو مشغولة يؤير إيه والصوارف وحيابها كاجدين عن التزامات الحياة نلشة هي مسؤوليات كيد إيه والترأس هي مضح تنمضة إيه ولخفة الظهر والعيال إينا تهنين مركا دبر كيس فضود يهيو وح عدكو كتير سنة أنا يجرين وأحلاقا مولينا ذا نقور سن وحيالة عد بيل كوي ديني سأنا يجرين أضاب الغبيلة نندل يرات تهي
lugta ay xanuunaa iyo dhabarka ay xanuunaya iyo waxyaabaha odayaasha lagu yaqaan inaa waxaasoo dhan ba agtaada aanay jirin, fakarkaagu wuu joog, wax ku mashquuliya ma laha, halkaad biilka keenaysaa markaba marka cilmiga la barto wey. Wuxuu yihi ninka gambyaag ah, maa lilmuciili oo maxaa u ahaaday maa lilmuciili, maxaa ka dhexeeya qofka muciilka ah ee isagu saaxiib ciyaalka ah iyo walilcawaali iyo waxyaabaha sarsaray ee la gaaro. Inamaa yascaa ilayhina ilalcawaali, waxaa gaaraya u xagliya alfariidu alfaaridu, midka keligii ah, alfaaridu ee munqatica, nin aan howl ka dambayn ayaa cawaali gaari kara meesha ugu sarraysa. Laakiin qofku markuu muciil yahay uu nin saaxiib ciyaal yahay ama waa cid ku tiirsan oo u baahan markaa yacni in isagaba la sii caawiyo maadaama mas-uuliyaadkan ay saaran yihiin, ma gaari kara meesha ugu sarraysa. Wa iyaaka iska ilaali, wa ta'miira taswiifi, in hawada uu kaa qabsado waan samayn doonaa calaa nafsig. Yani ataswiif waxaa lagu magacaabaa sawfa dib dambaan, waqti un bay u baahan tahay, insha allah waa iska iman doontaa dad badanaa oo broadcastrationka ah oo dib loo dhigto, iska ilaali. Falaa tusawif linafsig, nafsadaada waqtiga ha usii dheerayn, bacd alfaraaqi min kada, markaad howl ka baxday, kitaab baad ka baxday, mid kale u gudub. wa bacda ataqaacudi min alcamali haada, hawshan markaad camalkan ka fariisatidna halka ha fariisan, wahakada. bal ilbidaara, war degdeg, qabla an yasduqa calayka, inta aanu kugu dhaboobin, aanu kugu rumoobin qowlu abiltaxaani alqayni, nin gabya ayaa wuxuu yidhi, xanatnii waxaa isoo goday xaaniyaatu dahri, zamanka kuwiisa soo gada, xataa ka'annii, waxaad moodaa inaan noqday khaatilun, mid markaa isagu muraawaqaynaya, adnuu u dhowaanaya lisaydin, ugaar, yacni nin markaa isagu xeeladaysanayaan u ekaada buu yidhi, oo wax ugaaranaya. qasiiru lkhudwi baan noqday buu yidhi, mid tallaabtiisu gaaban tahay. yaxsibu, wuxuu moodayaa, man ra'aanii, qofkii arkana, annii biqaydin, inaan xarig ku dabranahay, walastu muqayadan, laakiin meel kuma xirnin buu leeyahy. Wuxuu rabaa qofku markuu da' noqdo oo aragtay tallaabta, mid buu dhigayaa, midda kale u dhigayaa, si tartiiba oo budi slow ay ku jirto u soconayaa. Waxaad moodaa marka nin gaatamaya, ugaar u gaatamaya, oo bunduqii ama falaartii marka u wata, sida qofkaasoo kale uu u gaatamaya nin khaatil ah oo raba inuu wax khiyaameeyo, ugaartii khiyaameeyo oo kale u soconaya. Marka taa intaan la gaarin, hadda socowey. waqaala usaamatu ibnu munqidin, wuxuu yidhi, maca athamaaniina, 80 jir markaan gaaray, caatha dacfu, tabardaradii iyo nugeylkiiba wuxuu ku ciyaaray fii jasadii, jirkeyga, 80 markaan gaaray, jirkeygu waa kan isdaadaayay. wasaa'anii, waxaa i xumeeyey, dacfu rijlii, lugteeda tabardaradeeda, iyo wadiraabu yadii gacanteeda gariirkeeda, saa u gariiraysa. idaa katabtu, haddaan is iraada wax qorna, fakhatii, farteedu waa khatu mudaribin, mid isbaraanbaraya oo gacantii saa u garaacmaysa wey, ka khati murtacishi lkafayni, sid mid labadiisa gacmood ay saa u gariiraysa oo murtacid isagu markaa baqaya gariiraya unbaane. facjab, marka nihu la yaab, lidacfi yadii, gacanteeda siday u tabardaraysay, can xamlihaa, inay xambaarto qalaman, gacantan maanta, gacanteeda la yaab oo qalin aan maanta qaadi karin, min bacdi xamli lqana, kadib markii ay falaar ay qaadi jirtay, fii lubbati lasadi libaax, bay luqunta kaga beegan jirtay. Yani nin shalay dagaalyahan ahaa oo warmaha qaadi jiray oo falaarta qaadi jiray oo dagaalami jiray oo maantana qalin aan qaban karin ka war. faqul, waxaa tiraahda, liman yatamanaa tuula muddatihi, qofka tamaninaya ee ka fakaraya in muddada loo dheeraynayo, haadihi cawaaqiba tuuli lcumri, cumri la dheereeyo, ciribtiisa dambe waatan, iyo walmudadi, iyo markaa in laysu seeto dheereeyo, tan baa ka dambaysa. faidaa, marka fain acmalta albidaara, degdegaa haddaad howl marisid, fahaada shaahidun mink, arrinkaa wuxuu muujinayaa calaa annaka taxmilu kibara alhima fi lcilmi, in aad himadaadu sarrayso cilmiga markaad baranaysid. qodobka 36aad, ijmaamu nafsi, nafsada in loo raaxeeyo. khud min waqtika, waqtiga waxaad ka qaadataa suwaycaatin, saacado yar, saacad maa suwacee, saacado yar, tujimu biha nafsaka, nafsadaada aada ugu raaxaynaysid, fii riyaadi alcilmi, cilmiga beertiisa, min kutubi almuxaadaraati, kutubta muxaadaraadka, athaqaafa alcaama, yani general knowledge-ka, yani maantanan kutubtiyaad ku dhex jirtaa xoogaa yar, ka naso oh, bal muxaadaraadka iska dhegeyso iyo akhbaarta dhegeyso. fa ina alquluuba, quluubta,
يروح عنها ساعة فساعة ساعة ساعة أي بريك للسيايو بالرفية للسيايو والله راح هي. وفي المأثور عن أمير المؤمنين وحلق سوحكتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن لأجم هذه القلوب قلوب تنقر حي وبتغ لها واحد أرى هذه سان طرائف الحكمة حكمة تيذا ونكسن فإنها تمل ويداليسا قلوب ويداليسا كما تمل الأبدان وسيد جرك أداله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في حكمة النهي مركو كهل لي حكمة كدن بيس إن ليس كرابه عن التطوع قفك إنه صلاة ونسجد جرؤيه يصون جوكتا في مطلق الأوقات وقت والبابا وقت والبابا كلا جو أيضا لهين أي واحد وقت والبابا طبعا وقت يعني لما تكنكر وقت يعني لما تكنكر وطن الشرع عدونا لذا حكمة كدن بيس محيته وقاد قال كود محل إنه وقع لي قولي الوقت يعني صح صمين مركا دالنت أنا سيحه قرحنا مركا أنت مريس أنا صح صمين حكمة كدن بيس محيته وحوي رشاقة بل في النهي ريبيدو عنه لا يسكرب بعض الأوقات وقت هذا قال كود لا يسكرب مصالح باكوجرته أخر أكله ومن إدمام النفوس نفصد إن لو الراحية بعض الأوقات إن لو الراحية محل الله غير راحينا من ثقل العبادة عبادة وليس كيد من خارك الساحة كما يجم بالنوم سيد الله غير راحية بالنوم هردئ وغيره حلمذ. ولهذا قال معاذ معاذ بأوحيري كلمة حكمة لأوحيري طبعا معاذ مركي أو موسى الأشعري أساق أي ميل وذا جوغين بقى هيد أو أصاب وغذي كدي منا واتي أبو موسى الأشعري صلاة وإسكاك عليه معاذ نو هردي كذب أيا أبو موسى توسي وحي المعاذ ماذا يلت كنين مركز إني لأحتسب نومتي وحي الآن هردي وان حساب صدا كما أحتسب قومتي سيد صلاة أنو حساب صدا إنت هردنا إن العبادة كجرى نامي سنهوي. وقال مركز وحي بلى قد قيل وحالي لي إن من جملة حكمة النهي حكمة كذب بيسان إلا يسكرب عن التطوع المطلق في بعض الأوقات أوقات قاركيد إلا يسكت كذا وتطوع للي ماذا إجمام النفوس نفصد إن لو راحي في وقت النهي وقت ليري لمت كنكره إن لو راحي لتنشط للصلاة سيف الفرعون أقوش إن تكتو فإنها تنبسط إلى ما كانت محايا نفصد مركي وقت بالريفير لسيو بريجر أي قادة تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه ويؤف فرما يسا ويؤف فرعون نسا وحلوحي لك الرابع وتنشط للصلاة صلاة بي مركي أؤف فرعون نسا بعد الراحة مركي أي راح يستوى الله أعلم تاسنا فائدة سكجرت. ولهذا كان العطل الأسبوعية فصحيح هذا أسبوع على قاته ويك اندي هذا للطلاب أرض الله سيم منتشرة وحي هاد مد آدي ضفافصا منذ أمد بعيد وقت هري جري جرتي فصح على قاته وكان الأغلب فيها وبضنا نوح على قادنا يوم الجمعة فصح على قادنا جري وعصر الخميس ما أنت خميس عصر كيد وعند بعضهم يوم الثلاثاء على قادنا جري مالك الثلاثاء ويوم واليوم الاثنين على قادنا جري في عيدي الفطر والأضحى مركي لقار عيد الفطر الأضحى هذا نحن لقاء من يوم إلى ثلاثة أيام هماني إلا عشان سد حمال موت وهكذا مركي أنت صعدا قفك إساو حيسيني أيو إيمان يا أولي هاي جانس كاس وكفا إذي سمرك ونجد في كتب آداب التعليم كتبته ضدك برتا سيدا وحلوا برتو يو في السير أيام كهلين ومنه حكم على سبيل المثال أهداد ربتين أدوغاتيت كتاب كله مع آداب المعلمين وإشكال يسحنون ويسوق مركا أي إشكال مركا آيات كهلي كرتا والرسالة المفصلة وإشكال له القابسي مركا آداب السحنون مركا تقشيت بقول يا أفرس في هذا آت كتاب كان قابسنا واحد قلي كرتا أنت أقول حي صدني بقول صدني شن إلا بقول صدني تضبه والشقائق النعمانية نقول الله بنكرت صف هذا الله واتنا وعنه هدنا في أبجد العلوم مجلد الكوات بقول يسياشن إيشان بقول سياشن إليه وكتاب أليس الصحب بقريب طاهر بن عاشور أوليها هي فتاوى رشيد رضا كن يلا بقول لبي تونك معجم يعني مركب وحلقة هذا مركب كان وسن وفاتك ومعجم البلدان كتاب كأ مجلد سدحات بقول يلا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد إيشان لواتنات صفحة هذا سدح بقول سديد تون إلا سدح بقول لواتن هي صفحة هذا سدح بقول لواتن السيارة انت اسمك تقول لا بتيد اياد اوغاندون تاب باذن الله سبحانه وتعالى وحمرك ماشي كدير قراءة التصحيح والضبط قراءة دي مركا لا اقرن ولا صحيو قراءة التصحيح صحيد اقرنتي والضبط اي مركا شقلك الى اسك سوغيو احرص كد ذال على قراءة التصحيح صحيد اقرنتي اي والضبط سوغنتي على شيخ شيخ او متقن شيخ فن كيقان قدو الأقرب لتأمن ساد وقابة بادد من التحريف قلوعين
يوا التصحيف إن تبدشيت يوا الغلط غلط إنه كادعو يوا الوهم اسمه سين إنه كادعو إذا أنا كتبت سجوي. فإذا استقرأت هداد نية وراد عيسيد دبقشيد تراجم العلماء علماء ذا وحا لقا قري تاريخ ذو وبخاصة الحفاظة منهم قارهان كود حفاظة تجد عددا بعد هليسا كوح ترى غير قليل أن سوكو بكرن ممن جرد المطولات يو سوكا بيو نر لغي كتب تدادير في مجالس فريا قار أو أيام أما مالمو في مجالس أو في أيام قراءة ضبط يو شيخ مركي كد الأقرنية هب سوغن وقد الأقرنية على شيخ متقن شيخ فانكا يقان قد الأقرنية. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري. صحيح البخاري بيحكوا أقري في 10 مجالس أف طبعا فدي بس صحيح البخاري يتراضى بضمن طبعا كسنة أوضنا كل مجلس فدي وربع 10 ساعات طبعا سعب بفدني وحرير. وصحيح مسلم بيحكوا أقري في 4 مجالس أفر فدي بس في نحو 2 يومين وشيء لا ما موت بس من بكرة النهار أرورته إلى الظهر أنت لقى قارة وانتهى ذلك في يوم عرفة مال عرفة نودن به وكان يوم الجمعة وحونها مال جمعة سنة 813 سيد بقول سدح يتمنك وقرأ سنن ابن ماجه أنه يكون أقري في 4 مجالس أفر فردي ومعجم الطبراني صغيرنا في مجلس واحد هل فردي يكون أقري بين صلاتي الظهر والعصر أنت أود حيث بالرقع هي مدو ذلك وشيخه الفيروز آبادي قرأ في دمشق سجو الجوجو حو أقري صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبد مر قراءة ضبد مرك الليه ما ترقمة في 3 أيام سدح ما بس والخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي ومن الآبار وغيره في ذلك عجائب وعجائب بي أرنكا شيغيان يعني. إيو غرائب وحياة غريب يطول ذكرها أن لسو كوبي كيرين وآد ودار مرك الشيخ لشيغي وشيغيستي ودارته وانظرها دي بقول لابو في السير للذهب مجلد سديد تمنات لا بقى تضوي لقى بلا لا بقى تضاتنا تضوي إلى لقى لا بقى الكونتن يسدح وطبقات الشافعي وسبك له مجلد أفرتنات صفحة صدنا والجواهر والدر الجواهر والدر والسخاوي إليه مجلد كوال بقول يسدح الله بقول يشن فتح المغيث قبل أرك مجلد الله بعد صدن أفرتن يليه شذرات الذهب والله مجلد سديدات لا بقول يو لباتني يكو يو لا بقول يتضوي خلاصة الأثر فيري مجلد الكوات وضواتن لو تضواتن يسدح فهرس الفهارس فيري وكتاني وليه تاج العروس بالأرق مجلد الكوات أفرتن إشان أفرتن إليه فلا تنسى حظك من هذا أديك مركة نصيب كاويان وكسيقنو هالكا كفا إذيس مركة تنوحنا للبرية رجيه الهمدو سيوسري سوي إلى هنا وبالله التوفيق.